بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير من مستمعي الفيسبوك يلاحظ أنه يقوم بمتابعة بعض الأشخاص أو متابعة بعض الصفحات، أو كذلك يظهر له أنه قد قام بالإعجاب ببعض المنشورات وهو في الحقيقة لم يقم بذلك. هناك تطبيقات خبيثة تكون قد أعطيتها أنت في الأول بعض الصلاحيات وهي التي تقوم بذلك. هناك الكثير من التطبيقات، يعني بالمئات أو الآلاف، تستغل ما يسمى بالأكسس توكن، أو يعني كصلاحية تقوم بإعطائها لها لتقوم بعمل هذه الأشياء. وإذا كنت تريد حذف هذه التطبيقات، فقط تقوم بتسجيل الدخول في حسابك على الفيسبوك، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على بارامتر أو إعدادات، ثم تذهب إلى أبليكيشن أو تطبيقات. هنا تجد جميع التطبيقات المشترك فيها. بعد من هذه التطبيقات التي تقوم بالنشر نيابة عنك، تستعمل أسماء لشركات معروفة، يعني حتى أنه عندما تشترك بها يعني لا تعرف هل هي كذلك، هل هي يعني تطبيق خبيث أو كذا. على كل حال، حينما تدخل إلى هذه الصفحة، قم بحذف أي تطبيق لا تستعمله. مثلا هذا تطبيق سبوتيفي، يعني هو اللي تطبيق لموقع يقوم بتبادل الإعجاب إلى آخره. مثلا هذا التطبيق، إذا كنت تشك أنه هو من يقوم بذلك، ستقوم بحذفه. كذلك هذا سوني إكسبيريا، هذا ليس تطبيق رسمي لسوني، يعني هو كذلك من هذه التطبيقات التي أتحدث عنها، تقوم ب وهذا فقط كمثال. أي تطبيق لا تقوم باستعماله، من الأفضل لك أن تقوم بحذفه. وأتمنى أن يعجبكم هذا الشرح، وشكرا لكم على المتابعة.